عمي أبو زكي له فضل كبير على هاي البلد، مش بس على سخنين، لأن أنا بعرف قديش بيشارك المناسبات الطيبة. مظبوط، يعني في هنا كتابة رحلة عذاب، يعني يدل على شيء. عمي أبو زكي بيحكي عن الماضي، عن الحاضر وعن المستقبل. أبو زكي اليوم تاريخ بأكمله، فهل ما يمكن أن بلدية سخنين وأهل سخنين أنه يكرموا شعراءنا وعلى راسنا العم أبو زكي؟ احنا ما نسيناش الناس اللي رحلوا علينا الله يرحمهم، ولكن الناس اللي موجودين وعلى راس العم ابو زكي الله يمد وعمره يعطيه الصحه، فهل ما يمكن انه نكرم شعراءنا، نكرم ابنائنا؟ وسخنين اثبتت في الماضي واليوم في المستقبل انه ممنوع تنسى الناس المعطائين اللي بيعطوا لبلدهم ولمجتمعهم، والعم ابو زكي على راس هذول الناس اللي دائما كان معطاء وعنده انتماء كبير لبلده ولمجتمعه. فهل ما يمكن انه نكرم العم ابو زكي؟ وفي المستقبل ان شاء الله راح نكرم كل الناس المعطائين اللي عندهم انتماء وعطاء وولاء لهي البلد، وناس معطائين. فان شاء الله في الجلسه القريبه لاداره البلديه زائد اللجنه الشعبيه وناس الناس اللي من اهل الخير اللي بحبوا يكرموا الناس المعطائين، فان شاء الله راح يكرم العم ابو زكي وراح يلحقوا اخرى تكريمات لناس زي ما ذكرت في بدايه الحديث، ناس اللي قدموا اعطوا على مختلف المجالات. فعمي ابو زكي يعني هذا الواجب اللي بتسويه اهل سخنين وبلديه سخنين اتجاه الناس المعطائين اللي زيك. وان شاء الله يعني تعرف لما انا حكيت عن الماضي والحاضر والمستقبل، لانه عاداتنا وتقاليدنا وتراثنا مهم جدا نحافظ عليه، وهون احنا بالفتره الاخيره في كثير ناس مش قاعدين يهتموا فيه، واذا احنا بنتخلى عنه بنتخلى عن مبادئنا، نتخلى عن شيء مهم في حياتنا كاقليه عربيه في هذه البلاد. فمهم جدا نحافظ على تراثنا، على عاداتنا وعلى تقاليدنا. هذا الشاعر الحاج عمي ابو زكي العمر المديد من حي السعيدي، الله يعطيك العافيه. بارك الله فيك. وامثالك يا كمال عمي ابو زكي. بارك الله فيك وعلى انت زكي. الله يمد عمره يعطيه الصحة. اثبت الماضي، وانا كنت وانا صغير اروح مع امي اشوف الخال ابو زكي لما يبدا يكتب الشعر، ولما بصوته يعمل مواويل، وكنت انا ولد واسمع من زمان شو اللي بكتبه الخال، وكان عنده مقدرة كبيرة، ولكن صحته ما سمحتلوش انه يكمل هذا المشوار. اما اللي عمله الخال هو شيء كبير، ولما بيقرا الواحد في كتابه بلاقي مجموعه كبيره من المواويل ومن الزجل ومن تراثنا العربي الاصيل. نتمنى للخال ابو زكي الصحه والعافيه والعمر الطويل ان شاء الله. يعني خساره، احنا بدنا ناس من الشكل تكتب، وان شاء الله الله يديم بعمرك وتضل فوق روسنا وتعطي يعني لاهل البلد ويعطيك الف عافيه. اقتنوا 200 كتاب من هذا الكتاب للمدارس، وفي دعوه من بلديه سخنين من رئيس الاداره اول شيء لمدارسنا انه في حصه التربيه الاجتماعيه، حصه التراث وحصه الحضاره عمليا، ياخذوا بعض النصوص اللي من الزجل ويعالجوها مع طلابنا، لانه كيف تحدث الرئيس والاخوه المتحدثين اعضاء الاداره، هذا الكتاب بيحكي عن الانسان السخنيني، عن العربي، عن العادات، عن التقاليد، عن الحجر، عن السهل، عن الشجره، عن حضارتنا، عن تراثنا. وانا بعتقد انه كتاب يعني قيم، فكمان مره يعني يعطيك العافيه عمي ابو زكي وللامام، والله يعطيك دائما العون والقوه وتعطي لمجتمعك كل احترام. بارك الله فيك. ليش؟ لانه اي واحد من الانظار لما بيسالني الاخوان عمل كتاب لسه في نقاط وفي معن شهادات، يعني لو بدنا يشدوا على الزلم داروا فوق الكتاب، لانه كتابه كله نفي يعني منقود الكلام اللي من حكاه. انا قاعد اول كرسي وانا مدعي شاعر مش مدعي متفرج. مين عارف الحفل نعيم عرايدي البروفيسور هذا؟ هسه ما سمعت الا بقول يا اخوان تاخذوناش كلمون، انا احنا نستمر معك واطول، لكن انا بعد دقيقتين مداخله. او انا شو جاي اسوي؟ لا باكل ولا بشرب. طلعت طالع على المنصه، قلت له ما حدا بدخل اي دخل غير ابو زكي، وظليت طالع. قدمني للجمهور، الجمهور صار متغير بده يروح، او انا لمين بدي احكي؟
المهم قلت للجمهور الأستاذ نعيم كرم علي بدقيقتين، اكرموا علي بدقيقتين ثانيتين. اسمعوني، والله وقف. قلت للأستاذ نعيم ما قدمنيش كيف لازم أقدمني، اختصر من موضوعي أنا. هسه هو بدها نكتة الخرافية. قلت لهم أنا اسمي فلان فلان صاحب كذا كذا، المهم عندي أمل إنه أنا أكون ما فيش غيري شاعر الماضي والحاضر والمستقبل. ضحكت الناس، واحد بتبنى هاي ثلاثة مش يلو. المهم قلت لهم اسمعوني دقيقتين، بقول له على أرض غار أتيت بنغمة الإنشود ونبوع فني تروي كل ظمآني، جينا على هذا الحفل معنا بكات ورود من كل زهرة بعبير الحب ملياني، حنا على شكل النحل ليل في طرود طرود وكلمات مثل العسل بتهوم على لساني، حلوا رجال البلاغة يظهروا المرصود وأفكار تسبح بحب الخير هيماني، العمر مني رحل أصبح ما هو معدود، يا ليت عمر الشباب يعود من تاني، دعوات موسى وعيسى والنبي داود وشعيب وأحمد، دعاة الخير وإحساني حتى نعيش بتآخي ولا أحد مطرود ولا سير مبني ما بدنا نشوف سجان. ساعة القاعة بالزبط أخرى واحدة قلنا لنا ما ظلش.